لا راسي دابا كي دايره في حدا دابا سالي بالنسبه لهذا اللي دابا شحال في 5 ونص ديال ماشي بزاف و صار ماشي في الاصفر قياس صافي يا مو كاين لماك يمكن تبارك الله الخير موجود الخير تبارك الله شنو هي غرمت لا الغرمه تاخذ ديال العنق والله ما كاينين ديال العنق لا ما بقاوش هانتي عندي بعدا واحد ديال لي ديامو عندي واحد كولي ريفير ها هو عندي واحد في البيض واحد الابيض ها هو هذا في البيض ديال 37000 درهم ها هو كولي ريفير الثمن ديالو شحال هذا البيض ديال 37000 درهم 37000 درهم 3,140,000 ريال 3700 اورو وهذا اللي فيه بحال في ديال الكرافاتات الثمن ديالو شحال الثمن ديالو 65000 درهم 65000 درهم ها هو هذا 65000 درهم هذا الكولي هذا ريفير وكاين هذا ديال 37000 درهم هذا ابيض وعندي حتى الكورميت ديالهم هذا عندي الكورميت ديالو وهذا عندي الكورميت ديالو وعندي هادو لاشين فيهم لي بونوتيف تاعهم ديال لي ديامون هادو كلهم لي ديامون هادو نضم هادي 10 دالمليون واخا نوريها لك اختي دير 10 دالمليون ها هي كاينه دير 10 دالمليون فين هي دير 10 دالمليون ديال 10 هي هادي ها هي هادي ديال 10 هادي زوينه هادي ديال 10 دالمليون 10000 اورو اللي دايره هادي القياس ديال السر ثلاث العظم القياس ديال محمد احمد القياس ديالو دابا فك ها هي ديال 8 اختي هي هادي ها هي ديال 8 دالمليون هي هادي ها هي ديال 8 حدود 7500 درهم عندي وحده ب 8800 درهم هما اللي دوز دابا هذوك البراسيل ديال 8800 هذا اختي هذا السر 6.2 هذه 6.2 هو تشاركوا فيها دابا الا كانوا جوج صحابات ولا ثلاثه يسريو شي منظمه ويتشاركوا فيها كل وحده تلبس هذه 6.2 هذا كاين هذا لاباك هذا ديال ديامو كيدير الثمن ديالو 20000 درهم 2 المليون فيه امغود كاين هذا كيدير 2 المليون ونص 25000 درهم كاين هذا كيدير حتى هو 2 المليون ها هو 2 المليون 2000 اورو هادو حتى هما في الدوزيام ها هما هادو وعندي هذا كيدير 14000 درهم 1400 اورو 14000 درهم مليون و 80000 ريال هذا وكاين هذا كيدير حتى هو 14000 درهم 1400 اورو مليون و 80000 ريال كلهم في الهميزات في الدوزيام ما يا واش شبعتيها اختي اي حاجه ربعتيها كتندم عليها جي رجعها جي عندو داود رجع شي وحده ياو هادو كلهم لي ديامو هادو في الدوزيام ما واللي كتبغي شي حاجه كبيره راه كاين بحال هذا حتى هو 24000 درهم 2 المليون كاين هذا كيدير 17000 درهم 1700 اورو اللي كتبغي اخواتك كبار كاين هذا هو داير 20000 درهم 25000 درهم 2 مليون ونص 2500 اورو هادو كلهم في لي ديامو في الدوزيام وكاين هذا هو 24000 درهم 2 مليون ونص 2400 اورو 2 مليون ونص ان شاء الله ان شاء الله هذا اختي ديال المنظمه ديال هذه شحال فيها من غرام فيها 191 غرام هذه ديال 8 مليون 191 غرام اللي فيها هذا عاد حتى هما عاد ديال هادو ديال ديال لي ديامو حتى هما ها هما دو كلهم ديال لي ديامو هادو هذه فيهم بيغل دو كولتير هذه فيها حجره 0.60 الوسطانيه ديال الوسطانيه 0.60 هادو كلهم هذه دايره تقريبا 3000 و 500 درهم هذا 4500 درهم هذه 9000 درهم 9000 درهم 900 اورو غيفيا هذه دايره 6000 كاين غيفيا بلاتي ندوزهم دابا هذه دايرين 6500 درهم 650 اورو وكاينه هذه دايره 15000 درهم هذه 15000 درهم 1500 اورو هذو ديال لي ديامون
حيت بغينا ندوز لي ريفيغ. ها كل ريفيغ ها هو ها. ريفيغ ما كاينين جوج راه دوزتهم ها. كاين واحد فيهم. كاين صفر وكاين سميتو. كاين هاد ريفيغ هادي الثمن ديالها دايره 35000 درهم. 35000 درهم 3 د مليون ونص. هادي كاينه هادي دايره 4 د المليون و 1000 درهم 41000 درهم. ها هي 41000 درهم. وكاينه هادي دايره 55000 درهم. 55000 درهم. الثمن ديالو داير 37 وخلاص. وكاينه هادي الثمن ديالها داير شحال هادي؟ هادي 26000 درهم. 26000 درهم. وكاينه هادي اللي فيها ثلاثة دايره 59000 درهم. ها هي 59000 درهم. اللي دايره هادي. وكاينه هادي 13000 درهم 1300 اورو مليون و 60000 ريال. ها هي 13000 درهم. ديال 20 شحال فيها من سنتيم؟ واخا انا نقول لك شحال تحسب هذا. واخا ندير لي باك ديال الديامو. عندي واحد لي مونطخ حتى هما زوينين. واحد لي مونطخ ديال لي ديامو. كاينه هذه ب 18 مليون. الله 18 مليون الا لا ياه. الوزن ديالها 10 د المليون. شحال من الوزن ديالها؟ الوزن اختي ديالها فيها 223 غرام. ها هي فيها 223 غرام. امين يا ربي الله يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله. هذه ديالها الثمن ديالها قلنا 10 د المليون وفيها 223 غرام. ولا لا صح كاين هاد الرولكس حتى هي دايره 5 د المليون ونص. هذه كلها ذهب هذه والطي كبيره. ها انت كاينه هذه دايره الثمن ديالها 5 د المليون ونص 5500 الاورو. كاينه هذه دايره 6 د المليون ونص. هي 6 د المليون ونص. وكاينه هذه الصغيره دايره 3 د المليون. ديال اش غورمي ديال رولكس دوزها. هادي دايره 38000 درهم. ها هما دو كلهم هادو لي مونطخ اللي عندنا دابا في هادي 38000 درهم اور اسي. هادي 8 د المليون اختي اللي دايره. 8 د المليون. هادي ديال الذهب دايره 18 مليون اختي. 18 فورو. وعندي الشوبارات بقاو عندي جوج. بقى عندي وحده كبيره وحده صغيره. الشوبار ما عندي جوج. هذيك البالون بلو تباعات. وعندنا ديك اللي كل ذهب فيها الطابلو حتى هي تباعات. والشوبار البيضاء حتى هي تباعات. بقى هاد الجوج هادو. هادي صغيره وهادي كبيره 8 د المليون. هادي 8 د المليون ونص. 8000 اورو 8500 اورو. وعندي هاد الرولكس هي الصغيره بالذهب ديال 6 د المليون. 6 د المليون 6000 اورو. 6000 اورو 6 د المليون. وبالنسبه عندي هادو غير ذهب. ها هما هذه غير ذهب. هذه تقريبا دايره 30000 درهم 3 د المليون 3000 اورو. وكاينه هذه حتى هي دايره 3000 اورو 3 د المليون 3 د المليون ونص. وكاينه هذه دايره 2 د المليون. ها هي. وكاينه هذه حتى هي دايره 3 د المليون. هاد الثلاثة عندو كلهم هادو غير بلي ديامو فيهم لي ذهب ديالهم. المارك ديالهم جونيف كيقولها جونيف. هادو تا هما في لي ديامو هادو. قال لك شي وحدة باغاهم هما كاينين مرحبا. وعندي هاد جاكوب هادي. هادي هاد جاكوب إلا كان شي وحدة باغاها كتبغي هاد الشكل هذا غادي تواصل معانا إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما سي مشكل. كاينه حفيظه كاينه. واخا قولي لي الثمن ديالها شحال الا كان ديال الثمن.
ها هي دي جاكوب، هادي زوينه هادي جاكوب بالنسبه لك. شي وحده اللي كتبغي هاد اللي كتبغي هاد الموديلات هادو. وبالنسبه اللي فيهم لي ديامو دومي ديا ودومي بالنسبه عندكم واحد البراسي ديالك اختي، حتى هو ها هو واحد البراسي ديالك اختي. وعندي هذه اللي في هذه وعندي هذه حتى هي، ها هي هذه فيها لي ديامو الداخل واسي وسميتو بالنسبه للصمت ديالها الست ديالها راه جديده نوفو. هذه حتى هي كاينه فيها لي ديامو الداخل والديامتر ديالها 36 36 بلي بابي ديالها، دي عندها لي بابي ديالها. جاكوب بارتي جاكوب دايره، كاين هاد جاكوب دا سرتلا دايره 41000 درهم، 4 مليون و 20000 ريال. ها هي 4 مليون و 20000 ريال. ياك اختي سلمى ماشي مشكل. ابتسام جاكوب بغيتي غنتصايب مع اختي مرحبا. رولكس اختي الصغيره دايره الثمن ديالها الصغيره، ها هي الصغيره دايره 3 مليون، هي اللي فالي ديام ها هي هي هذه الصغيره، هي دايره 3 مليون 3000 اورو فيها لي ديامو الداخل. مضمر حصيره اختي كاينه، مضمر حصيره كاينه والله الا قالك هادشي رخيص غير ما بغاش يشري. اختي شوف داكشي بيعي الدار بيعي. المهم انا جاي خدي عندي المكنه وصافي دبري راسك. كناخذها ب 400 درهم حتى 430 درهم على حسب، وريني الموديل اللي عندك. الله يحفظك. الغرام فيها 91 غرام، هذه فيها 91 غرام، اللي فيها 91 غرام. خديت واحد السلعه دابا، خديت واحد السلعه زوينه البنت، واحد السلعه ولكن باقي ما درتش لها الثمن ديال لي ديامون ان شاء الله. بغيت نوريكم واحد براسي بعدا ديال كاختي، هذا هو براسي ديال كاختي باقي بالبوط ديالو بلي بابي ديالو بكل شيء ديالو. ها هو كيدير 37000 درهم 3700 الاورو. الثمن كيكون على حسب الغرام، 3 مليون 3700 الاورو. بغاصلي بلي بابي ديالو بالسد ديالو ديال كاختي 37000 درهم 3700 الاورو اللي داير. غادي نشوف واحد الكرامات كيفاش دايره، شوف كله بلوغي بحر. هادي يلاه خديتهم واحد السلعه تبارك الله، راه كنوجد لكم ان شاء الله البرومو اللي غندير ان شاء الله. ها انت كاين هادو، هادو كلهم يلاه دوزتهم ولكن يلاه خديتهم، ولكن باقي ما درتش لهم الثمن. هادو كيحمقوا تبارك الله والله يتحمقوني هادو، ولكن غير ندوز لكم بالخف. اللي بغى شي واحد ديك الساعه غدا يتواصل معنا باش عندي واحد الحلقه حتى هما شوف كيفاش دايرين. شوف ويلي ويلي تبارك الله، شوف واحد البوكل كيفاش دايرين كلهم بلي ديامو تاهما. ها انت والله الا غير اللي ما بغى اللي ما شريت تنزع عندو داود. ها كلش هادشي لي ديامو ان شاء الله. راه اللي بغى يدخل معنا الجروب ديال لي ديامو راه كندخلوا الناس بالنسبه من هنا ان شاء الله واحد السيمانه ان شاء الله غندير واحد البرومو ان شاء الله ديال لي ديامو. عندي بزاف ديال كاين بوندونتي بحال هكا فيها بيغل دي كولتير، فيها واحد الحلقات صفرين ها هما فيهم الذهب اصفر وفيهم لي بوك وفيهم تا هما لي ديامو. ايوا عندي هادو فاهم فيهم اونصومبل، كاين شي بيسات صراحه زوينين. كاين هذا عندي اونصومبل ديالو هاد النجمه، ها هو هاد الاونصومبل ديالو تا هو هاد كل مره كاين باقي ما درتش لهم الثمن ان شاء الله تندوز لكم الثمن ان شاء الله. كاين هذا بلي بوكل ديالو تا هما ها هما فيها بيغ الحرين، هادو كلهم غندير لهم ان شاء الله الثمن غدا ان شاء الله والله بزاف ان شاء الله غندوزهم ان شاء الله. كاين بيسات زوينين بالنسبه لهادو، كاين لي غورميت بحال هكا هما لي غورميت تما يلاه خديناهم. المهم غندير لكم هميزات هميزات ديال بصح ها هما. كاين هادو كلهم خديت بزاف ديال السلعه جاتني حتى الاخر، ما بقاش الوقت فين ما بقاش الوقت صراحه فين زعما ندير لهم الثمن ونحطهم. هادو غير اللي بغاهم ان شاء الله يتواصل معنا غدا ندير لهم الثمن ان شاء الله. بالنسبه اللي بغات الحجر شويه كبير ديال تقريبا كارا كارا فاصله جوج كارا فاصله ثلاثة، اللي بغات ديال الكارا تا هو فاصله جوج، اللي بغات كارا ونص تقريبا حجره وحده ديال كارا ها هما دو كلهم. اللي بغات جوج الكارات والفوق اللي كتبغي حجر كبيره ديال هاد الكارات كاينين عندها الوريقات ديالها هي موديل 2015. هما دو كلهم هادو في لي ديامو. ها هما اللي كتبغي دومي اليونس
هما دومي اليونس كاين بجوج اللي فيهم جوج بحال هكا وكاين اللي فيهم واحد. هما لي دومي اليونس راه عندي بزاف ديال دومي اليونس هومايا. نعم هي لا ترجع لها ديك هي لا ترجع لها كي كونفيرمي هي لا ترجع ان شاء الله برومو فراس العام ديال الديام ان شاء الله باذن الله. العفو سيدي مرحبا. ها نجيك واحد البيسيت واعرين بلاتي انت كاين هذا الخاتم هذا هو الثمن ديالو كيدير 10000 درهم فيها تقريبا شي 0.60 في الصفر وحجره ديالو داخله ماشي خارجه دايره 10000 درهم الفورو مليون. كاينه هذه اللي فيها هو الصفر كيدير 7500 درهم 750 اورو 7500 درهم 30000 ريال. كاين هذا هو الكورميت ديالو ها هو هذا الكورميت ديالو الثمن ديالهم الكورميت كدير 6000 درهم والخاتم كيدير 5000 درهم. هما تا هما زوينين وباقيين نقيين ها هما نتوما في الميزات في الدوزيام. كاين هذا بلغاري هذا باك ديال بلغاري تا هو كاين. وعندي هذا تا هو في واحد ثلاثه الحجيرات هذا تا هو غنديرو في برومو تا هو ناقص الثمن ان شاء الله غنحطو في برومو تا هو. وكاين هذا غير هذا الحجره ديالو البسطانيه بوحدها فيها 0.50 داير 11000 درهم. هذا دابا هذا دخلنا والله شوف الحجره وحده البسطانيه فيها 0.50 عاد الجناب ديالو عاد ها هو ب 11000 درهم. فين غتلقى هذا الثمن هذا واخا تسري العالم كامل ما غتلقاش. كاين هاد لي بوكل هادو دايرين 16000 درهم 1600 اورو تا همايا. ها ما نعم باقي ما درتش الثمن هذيك تاع الغدا دوك الساعه تاع الغدا باقي ما درتش الثمن هذوك. يلاه خديتهم غير هذا غير ندير هذا كندير بهم النشبه النشبه راه كاين هذيك الساعه كلها باقي ما درتش الثمن والله تبغي ريزيرفي لك على ما يدير حتى اه بندير الثمن غدا نقول لها الثمن ماشي مشكله انا بغاتها هاك لا الا بغاتها كل الربع حر الا بغاتها غدا نقول لها الثمن ان شاء الله ماشي مشكل صافي انا خليتها لك. وعندي واحد الاخوات انت هما كيحمقوا شوف واحد الاخوات مش كيفاش داير داير الله يتفابور هذا شوف 22000 درهم شوف الخاتم كيفاش داير كل بديامو شوف غير الخدمه ديالو كيفاش دايره. وكاين هذا ها هو الثمن ديالو كيدير 15000 درهم شوف 1500 اورو تا هو بلي ديامو ها شي غزال. عندي المحل اختي في المنزره اه هادو في المحل في المنزره هذا وهذا تا هو شوف دو كلهم واعرين هادو هانتو كل ما دو باقي ما درت لهم لا الثمن الاول ان شاء الله تالي غدا ها. نعم خاتم اه كاين ها هو 20000 اه هو هذا ها 36 ساعه كاين هذا كارتي باك باك تا هو كارتي ها هو كيدير 25000 درهم او غوز هي الاولى ها هو عاد الدومي اليونسات عند الدومي اليونسات هما عندي فيهم برومو هما هادو اللي فيهم اليونس دومي اليونس عندي الرقاق عندي بزاف فيهم هادو تقريبا عندي دابا درت لهم انا 4500 درهم عندي منهم بزاف ان شاء الله تما غندير لهم برومو تما في سميتو واحد السيمانه غندير لهم برومو ان شاء الله غنشوف غير الثمن شحال غندير لي برومو ديالهم بحال دابا اللي غتشري المارياج ب 3000 درهم غتزيد شويه وغتشري خاتم ديامو غتشري خاتم ديامو غتشري واحد 15000 درهم ولا سميتو غتشري قل من 5000 درهم. ها هما هادو كلهم ان شاء الله غنحطهم في البرومو عندي بزاف فيهم غنحطهم في البرومو ان شاء الله. المهم عندي واحد ستوك ان شاء الله غنبغيت نحيدو فيه لي باك بزاف ديال لي باك اللي فيه ان شاء الله غنخدم عليه ان شاء الله. وبالنسبه اللي كيهتم بهذا الشيء راه مرحبا ماشي مشكل عندي بزاف ديال هذيك لي بوندونتيف بحال هكا كاينين بزاف ديال التواشه فيهم لي باك انتما بحال هكا فيهم لي حجيرات غير بحال هكا زوينين زوينين بزاف. واللي كتهتم بهذا الشيء ان شاء الله غندير واحد البروم ها انت بحال هكا الموديل بحال هكا انت الدومي اليونس الرقاق بحال هاد الشكالات هادو هادو كلهم ان شاء الله غنحطوهم ان شاء الله. وهاد وهاد التاجه هو راه كله بالديامون ديالي تا الله يهديك علينا وقت هادشي اللي عطا الله اليوم. المنظمه ديال 30 3 مليون ها هو اختي نعاود ندوز لكم هاد المنظم هذا وغنمشي بحالي ان شاء الله. درت ساعه ونص هادي دايره هادي 10 مليون هاهي 10 مليون هادي 10000 اورو ياك هادي 13 مليون ونص هادي ان شاء الله يقدر غتبع هادي 13 مليون ونص هاي 13 مليون ونص ما تنقول لكم بعدا هادي عقلوا على هادي هادي صافي بعناها مولاتها بالصحه والراحه هادي هاي هادي خذتها السيده عندنا هادي ديك ندري لها 15 ونص عقلتوا عليها هاي هادي ها هي نقيناها غسلناها شوف كيفاش كتبان شوف كتبان دابا جديده
تقول لمولاتها بالصحة والراحة، الله يدخل عليك بالصحة والراحة إن شاء الله. خذت هذه وخذت هذه تاهي بصحتها ومولاتها، الله يدخل عليها بالصحة والراحة. هاي هذه ها تاهي رجعنا لي، شوف شوف شي حاجة تبع دابا الى رجعت والله فات القدام، شوف كيفاش كانت ودابا كيفاش ولات. شوف شوف رجعت جديدة، شوف سبحان الله العظيم. ملي كتحجم انا حنا هادي بيس اللي كناخذو كناخذو ملي كناخذو ما كنغسلوهم ما والو، كنخليهم بحال هكا ملي كي حيت ملي كيتبولاو كيرجعوا جداد. حنا بغيناك تشوفوا كيفاش كانت، وملي كتشوفيها كنغسلوها وكتبولا كترجع جديده. شوف دابا دابا تحطها في الفيترينات تبيعها واحد ب 20 مليون. شوف الله يرزق مولات، هادو خداتهم بالصحه والراحه، الله يدخل على بالصحه غدا ان شاء الله نصيفطهم لها. هذيك تبعت هذه ها تبعت هذه غادي نوريهم، قال لهم مولاتها الله يدخلها بالصحه والراحه ان شاء الله. صافي قلنا هذه هذه الثمن ديالها دايره 16 مليون 16 فورو هاهي 16 فورو هذه 16 مليون ونص، هذه دايره 13 مليون 13 مليون و 4000 درهم 13 فورو و 400 اورو. هذه هي غزاله ديال البنات، هذه ثمن زوين. بالنسبه دابا النظام ديال 11 مليون 12 13 عندي تقريبا شويه عندي واجدين دابا. هذه هي 12 مليون ها هي 12 مليون و 6000 درهم 12000 و 600 اورو. هذه هي كاينه كاينه هذه ها هي 19 مليون، ولكن هذه طويله طويله بزاف. هذه هاي هذه اللي عندها تبارك الله كرش عامره، هذه تقريبا راه مزيانه صافي واحد ان شاء الله. وعندي هذه ها هي هذه ب 14 مليون ها هي عندي هذه ب 14 مليون وهذه ب 14 مليون و 600. هذه حتى هما كاينه حتى هما في الدوزيام هادو ايوا اللي هما الطب ديالهم هما هادو هاي هادي 30 مليون 30 مليون وكاينه هادي دايره 23 مليون. هادي هادو واعرين تبارك الله، هادي 23 مليون 23 الفور. سلمت عليك الله حكيم، شكرا شكرا بزاف باش غسلتي ليها المكان. قول لها غسلتها داك الشيء طوب 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 تبارك الله، الله يدخل عليك بالصحه والراحه ان شاء الله وبالرزق والتيسير ان شاء الله. هانتي وكاينه هذه ب 17 مليون ان شاء الله. وكاينه هذه ب 16 مليون ونص، هاي بابيو تاعي ب 16 مليون ونص. هادو كلهم كاينين. وكاينه هذه هذه دايره 29 مليون، هاي 29 مليون 29 الف اورو. ايوا هادشي اللي عنده باقا. هذه ديال اللي طاحت ليا ديال هذه ديال 8 مليون و 2000 درهم ان شاء الله. اسنايا واخويا من هولندا مرحبا، الناس ديال هولندا مرحبا بك. اللي عنده كاينين كاينين تبارك الله، كاين اللي عندهم كاين. هذيك اختي رولكس اللي تباعت تباعت بشي كنا درنا لها شي 5 مليون ونص، اللي كنا درنا لها حيدنا لها شي بركه وسرنا لها، الله يسر لها. الله يهدي، قالت لك 30 مليون شري بها الدار في السكن الاقتصادي، اش غاديري بالدار؟ شوف مضمه راه غتجيبي فلوسك وغتاخذيها فوق فوق تاخذي فلوسك فوق الطبله. الا شريتي بارتما وشحال هي عندك ونهار باغي تبيعها، دابا كاين اللي شري دابا بارتما ب 25 مليون والبنك تزيد عليها 25 مليون تبقى ب 5 مليون نهار باغي تبيعها يعطيوها 18 مليون. والله سيري بحال خاصك. لا دابا حنا كنهضروا على استثمار. اشنو هو استثمار؟ استثمار هو يكون عندك فلوس محطوطه ما كديري بها والو، ما واصلاش عليها، خفتي تخسريها مثلا، تشري بها بار تشري بها مثلا الذهب مضمه سرت لا اي حاجه كتشري بها كتحطها. وبالنسبه نتوما كعيالات مضمه كتلبسي بها في العراس كما قالوا تباني بها، كتعطي قيمه لراسك بان عندك الدب، كتحس واحد الحاجه عندك الدب. النهار كتوقفي على الفلوس، النهار باغي ديري شي حاجه كتهزيها كتبيعيها، فلوسك فلوسك فيها ما غاديش تخسري فيها، تخسري شي حاجه قليله الا تزاد الذهب، راه الذهب غادو وكيتزاد. راه العيالات والله العظيم شحال واحد كيبيع لينا كلهم هاد النظام، هادو تشراو بقل الثمن والناس اللي باعوهم كلهم ربحوا فيهم، قليل 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 اللي كتلقى خسر فيها شي حاجه قليله، اغلبيه الناس رابحين فيهم حيت شراو شحال هادي والذهب تزاد. تي الا شريتي شحال هادي وعندك فلوس، البنات البنات بزاف ديال البنات كيشريو كيشريو السيكان، يشريو الحوايج ديال الشرويط وعندها فلوس تبارك الله كيتخلصوا مزيان، كتخلص 10000 درهم كتخلص 20000 درهم الفلوس ديالها. النهار تقول لها واش عندك شي حاجه؟ ما عندها ولو 1000 درهم. الساك اللي غتشري بجوج المليون ولا المونطو اللي غتشري ب 3000 4000 درهم والله ما يجيب لك حتى 500 درهم.
ديري عقلك راه هادشي شوف قال لك راه كلشي كيفوت كيبقى الصح اشنو عندك انتيا اشنو عندك راه غتكبري غدا غتكبري غدا غتوقف على الفلوس بزاف الدنيا ملي كتكون عايش فيها راه بزاف غيجيك شي افير مثلا بغيتي ديري خاصك توقف على الفلوس اشنو اللي كيبقى هو الذهب غتقول لهم راه دوزت الفلوس راه حتى الناس خسروا الملايير من بعد اشنو استافدوا حاجه ما استافدوها انسان يدير عقله ويعرف فين كيحط فلوسه الله يجازيكم بخير وبالخاص كنهضر على البنات راه كيضيعوا الفلوس ديك شحال ديال وحده كتجيب لي بنتها كتقول لي راه قهرتني بالشرويط قهرتني بالشرويط تنقول لها جيبها لي خلي السق فيها شي مضمه كل هذا ولكن اوريجينال عندها لابواط ديالها بارك الله ما شاء الله ان شاء الله البراسيل اختي البراسيل في حدود 7500 درهم عندي 8500 درهم عندي اييه ان شاء الله ها كاينين واه شوف داكشي حنا اللي نقولوا حنا تنقول لكم غير حنا غير تنقولوا تنصحوكم ماشي اللي اللي كنقدر نقول اه السيده قالت لك انا امال قالت لك انا خويا حوايجي مشاو غير في الشرويط والسكان وقتي داك الصاك اللي عندك هذاك المري اللي عندك ديال السكان والشرويط وهبطي وجيب لي غدا راه غنعطيك فيها مضمه انتي سيري تنعسي داكشي ما ساوي والو 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 اختي هذيك النهار واحد السيده مشات قالت لي عندي شي فلوس مشات خربت خرجت الطوموبيل وشي 30 مليون باش خرجاتها قالت لي بحالك قالت لي بغيت نبان على صحاباتي والله الا بهاد الهضره قالتها لي قالت لي بغيت نبان على صحاباتي قالت لي ودابا 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 الطوموبيل شحال تيعطيو دابا في الطوموبيل ما كيفوتوش ليها حتى 12 مليون قالت لي وندمت ندمت الندم الشديد قالت لي دابا كون خدمت منظمه كون فلوسي فيها قلت لها واش ما عندكش ما عندكش العقل وا وا شوف مرحبا والله يا مرحبا اه لا حنا ما تفريك ما والو شوف الا خفتي الا خفتي يجي حطها عندي دابا راه كاين البنكه دابا البنكه تحطي فيها ذهبك تحطي فيها كلشي دابا البنكه دابا اه على على ذكر على هاد الهضره اللي قلتي ديال البنكه اقسم بالله لواحد السيد حريفي عندنا في قيصاريه هنا واحد الراجل كبير جمع قال لي جمع هو كيعاود لواحد السيد قال لي جمعت 20 مليون ودار بالعاني قال لي 20 مليون شري بها الذهب و20 مليون حط فلوس تبارك الله ميسر ما خصوش الفلوس 20 مليون قال لي درت فيها التاريخ قال لي دار فيها التاريخ بحال قلتي دار فيها التاريخ ديال اليوم وشرى الذهب شرى دار فيها التاريخ ديال اليوم وحطهم في الكوفر عنده مده عام جبد وجبدهم قال لك لقيت قال لي لقيت الفلوس غمالو غمالو ما تزاد فيهم حتى شي حاجه مدة عام عام قال لك والذهب جبدو ربح فيه 3 مليون شوف الفرق حط فلوس وحد الذهب يا الله وقال لي من ديك النهار قال لي ما بقيتش كنخلي الفلوس كنشري الذهب ونحطو غرميت هيرميس مرحبا كاينه اه كاين ها هو 11000 درهم كاين اخويا احمد ها البنات الله يعطيكم الخير نخليكم مي انا دابا هضرنا شويه وريناكم ضحكنا شويه عطيناكم شويه الكلام المعقول المهم شنو باقي الحال اخويا احمد والله حتى شحفت احمد بغى يقتلني احمد بغى يصفالي اخويا ناري 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 كلشي طاح اه اخويا اللهم يسر يا ربي نشوف الله ييسر لينا وليكم ان شاء الله الله يحفظنا الله يحفظكم يحفظنا ويحفظكم الله يخليكم ديما ناشطين وبخير شوف اللي ما شرا يتنزه معنا هذا هو كلام كلام الحق عندنا ما عندناش حنا مشكل وريناكم كل شيء اللي عندنا اليوم ان شاء الله اه دب مشلين قالت لي واش دب مشلين بغيتي مشلين عندي بغيتي الدب عندي اللي بغيتي كاين الله يحفظكم يا ربي الله يسر لكم ان شاء الله يا ربي يحفظنا ويحفظكم الله الله يسر لنا وليكم ان شاء الله نتمنى ونشوفكم على احسن ما يرام ان شاء الله وتكونوا ديما ناشطين معنا ان شاء الله هاك اختي ديو مخبيهم هاك عطاك يطيحوا لي انا شكرا لكم بزاف هذا كاين فينا هو فينا هو هاك اخويا احمد ها ها ما شاء الله والو والو صافي صافي عييت عييت جبدوا الملايين شوف غدا ان شاء الله في الصباح بلا ما نوصيكم غدا في الصباح مع العشرة الملايين 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 شوف الملايين غدو في الصباح تكونوا عندي هنا راه ماشي تشحفوني هنا فابور راه شحكم باش تجيو تشريو رجاله ما تعجوش اليوم الله يجزيك يا ربي امين يا ربي امين ان شاء الله يلا البنات
شكرا لكم بزاف. انا زعما نقشب شويه ونضحك شويه والله حتى الصوت مشى ليا. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات. شكرا لكم، تصبحون على خير، نشوفكم على خير ان شاء الله في اللايف الجاي ان شاء الله. اللي بغى يدخل معنا الجروب ديال ديامو واللي بغى يدخل معنا الجروب ديال الهميزات راه مرحبا، هذا الشيء كامل كنلوحوا في الهميزات ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.